فعلا ولا لسه؟ ايوه هنا. هي فين؟ ولدت ولا لسه ما ولدتش؟ هي ولدت؟ ما تهم تولدها امها. فين العمده الزعير؟ من فضلك يا عمده ابعد المسدس شويه عني، من فضلك. انت بتبص في ايه؟ مسدس وانا هضربه بالنار هطخه. وبعدين يا سيدي ما تخافش، العمده الزعير واخد على الحاجات دي. يلا هم امها، عايز اشيل الواد كده في ايديا واجيب الاعادل. قول يا رب يا سيدي، قول يا رب. ما هو كله يا رب طبعا، هقول يا رب وما اقول يا مين. بقول لك ايه، اشهد يلا النار، عايز اشيل الواد بقى، الواد وحشتني يا سيدي. قول ان شاء الله ان شاء الله. ايوه ما ان شاء الله. وانا كافر؟ كل بيقول لك حاجه تقول يا رب وان شاء الله. انا حجيت 4 مرات ما حجيتهمش انت، يعني انا اعرف ربنا اكتر منك. ان شاء الله ربنا هيقومك بسلامي. قوم يا ولد. تعالى كده ليه؟ قوم مالك انت ومالها؟ هسيب ايدها كده؟ ان شاء الله ربنا هيقومها بالسلاسه، وهتجيب لنا الواد الصغير العمده. وانت بقى يلا راجل ورينا عرض كتفك كده، روح الطاحونه تلاقيهم عايزينك هناك. ولا اقول لك لا، انت ما تروحش هناك، انت تقف على الباب كده زي اللي في رجلك عشان تشوفني وانا خارج مع العمده الصغير كده في ايدي وتتغصغص. يلا يلا بره. يلا الف سلامه ليك يا اختي. وانت كمان يا عمده بعد اذنك ما تاخذنيش، اتفضل اتفضل معاه، لان كده انا ما ينفعش اشتغل في الجو ده. فاطمه حالتها صعبه جدا، من فضل حضرتك. طيب انا هطلع بره عشان خاطر الواد، بس خلي بالك من الواد. ايه هو واد مش كده؟ انت عارف عارف ان هو واد مش كده؟ بس مداري يلاقيه. امال هيكون ايه؟ مش عمده؟ لازم يبقى واد. انا قاعد بره مستني الواد. سيف عثمان، عشان تبقى سيف على رقبة كل ولاد الكلب اللي عايزة تتقطع رقبيه. ايوه قول، هم ولاد كلب طبعا انا عارف. ايوه انا معاك والله، ده جزم كلهم. ايوه هو سيف جه، انت اللي هتقف في ظهري وتدافع عني. العمدة الصغير جه يا بلد. طب بعد اذنك يا عمدة، عايز اقول لك حاجة بس. ايه يا عمدة؟ ايه ابنك حالته مش مظبوطة. ايه دي حالته مش مظبوطة؟ لا حالته مظبوطة طبعا، ده ابناني ابني وحالته مش مظبوطه. يبقى انت مش دكتور ولا فاهم حاجه في الدكتوره. طب بس من فضلك عايز اقول لك حاجه. طيب ما تقولش، ولا اقول لك قول. اتكلم، انا ماسكه اهو في ايديا، محدش ياخده مني، انا مش هسيبه ابدا. ايه ده يا سيف؟ ايه ده يا حبيبي؟ الواد سكت ليه؟ ما تشوفها دكتور، الواد ماله؟ ايه يا سيف؟ قول يا حبيبي زي ما كنت بتقول. ايوه كده، سمعهم انهم ولاد كلب جزم كلهم، ولا يستاهلوا حتى ضفر رجلك. قول يا حبيبي، هو ده بقى اللي هيربيكوا ويعلمكوا الادب نفر نفر يا كلاب يا جزم. للاسف يا عمده انت خلقت ابنك، ابنك تعيش انت. ايه؟ لا لا، الواد عايش. ده كلام برضو؟ لا، بعد العمر ده كله تقول لي تعيش انت؟ اول مره تقول لي ابنك تقول لي تعيش انت؟ لا، الواد عايش. انت مش دكتور ولا مين ولا فاهم حاجه في الدكتوره. انا اروح اخليها تولد في مستشفى تاني. ابنك مات يا عثمان. الواد نايم. ابنك مات. ايوه نايم. البنات العيال بتنام. ابنك مات يا عثمان. كلهم بيناموا. ابنك مات يا عثمان. ايه؟ الواد صح وعايش. ابنك مات. لا طبعا عايش. ربنا متأكد منك يا عثمان.
انت امنك وانت امني يا ادمان. ابنك مات، ربنا مش رايد لنا يبقى في حاجه بنقدر نحبها يا ادمان. ربنا مش رايد يا ادمان. لا ما ماتش، اخرسي يا جزمه يا بنت الكلاب. الواد عايش، انت عايزاه يموت، عايزاني اسيبهولك عشان تروح تديه لابو نعيلي. لا انا مش هسيبه ابدا، انا مش هفوته من ايدي ابدا بقى بعد العمر ده كله. اسيب الواد؟ لا ده انا ما صدقت جاري الواد. يا كلاوي يا ولاد الكلب، انا معايا الواد يا جيزم، معايا الواد يا كلاوي يا ولاد الكلب. مش هسيبه ابدا. نايم مش كده؟ ايوه انا عارف انت نايم، ما هي العيال بتنام ياما. ايوه بس شوف بقى يا ولي، لما تعرف انا عملت لك ايه انت هتقوم، ويمكن تجري كمان وترمح. شوف بقى يا ولي، الارض دي كلها ملكك انت، مش الارض بس دي، الارض والسجر والنخل والترع والغيطان والبهايم والبني ادمين كمان، كل ده تحت اشاره من ايدك انت. ايوه امال ايه؟ وشوف بقى كمان اقول لك، كل فلوسي وفلوس حفيظه ملكك انت يا عمده يا صغير يا عتمان. لا عتمان ايه، انت تلاقيك اسم سيف عاجبك اكتر مش كده؟ شوف بقى يا سي سيف، البلد دي كلها من شرقها لغربها تحت رجلك انت. ايوه امال ايه، تحت رجل العمده الصغير ده. عمده ايه؟ انا مش عايزك عمده، انا عايزك تبقى بيه كده ولا باشا من باشوات مصر. ايوه تبقى سيف بيه باشا من باشوات مصر، هو كده صح؟ سيف بيه باشا من باشوات مصر. ايوه حافظة، انت عايزة ايه؟ عايزك تفوق يا عتمان. افوق ده ايه؟ واني مؤمن عليا ولا مسورة؟ طب اديني الواد، حرام عليك اللي بتعمله ده. ايوه ايوه انا فاهم قصدك. ايوه انت خايفة لحسن ارجع في كلام والحس اللي انا قلتهولك. لا انا عندي كلام، فاطمة دي مجرد حبلت وولدت وظهور في 60 ده، لكن انت ام، انا هكتب الواد باسمك انت زي ما اتفقنا. الام حفيظه والاب عتمان والخوجه معانا والاوراق تبعنا وكل اللي احنا عايزينه هو اللي هيكون. الواد مات، اللي انت شايله مات، ربنا خده منك بعد ما اداهولك علشان تفوق وتتعظ. فوق يا عتمان، حرام عليك. لا الواد ما ماتش يا هبله، انت عبيطه مش فاهمه حاجه. الواد نايم، هي العيال كده بتنام. بس انت بقى معذور، انت لا حبلتي ولا ولدتي ولا تعرف العيال، تعرف ازاي بقى؟ طب اديني الواد. لا ولا حد يمد ايده عليه، انت انضميتي ليهم يا بنت الكلب ولا ايه؟ كلكم عايزين تخلصوا منه. لا هيفضل معايا انا في حضني لحد ما يكبر ويملى الدوار عيال. ايوه انا بقالي ذريه يا اولاد الكلب، العمده بقاله ذريه يا بار. اوعي يا بنت الكلب.